سنة جديدة بتبدأ ومعاها بيبدأ موسم جديد من الاكتشافات الأثرية المبشرة اللي تم إعلان عنها خلال اليومين اللي فاتوا، واللي بدأت بكشف أثري مهم جدا في الأقصر خلف تمتلاي ممنون. من جديد تعود الأقصر لصدارة المشهد بكشف أثري جديد تبوح أرضها بأسراره، حيث نجحت البعثة الأثرية المصرية الألمانية أثناء الأعمال الجارية بمشروع ترميم تمثالي ممنون والمعبد الجنائزي للملك أمنحتب الثالث والمعروف باسم معبد ملايين السنين بالبر الغربي بالأقصر، نجحت في الكشف عن مجموعة من الأحجار الضخمة لتمثالي ملكين على هيئة أبو الهول والآلهة سخمت، هذا بالإضافة إلى الكشف عن بقايا جدران وأعمدة مزخرفة بمناظر احتفالية. من بين القطع المكتشفة أجزاء من تمثالين ضخمين للملك أمنحتب الثالث من الحجر الجيري على هيئة أبو الهول، مرتدياً غطاء الرأس واللحية الملكية وقلادة عريضة حول العنق، تم العثور عليهم في المنطقة الخلفية لبوابة الصرح الثالث. وعثرت البعثة أيضاً على ثلاثة تماثيل نصفية من الجرانيت الأسود للآلهة سخمت عند واجهة الفناء المفتوح وصالة الأعمدة الكبرى للمعبد، وسوف يتم تجميع هذه القطع مع قطع أخرى تم العثور عليها في وقت سابق في الموقع، وذلك تمهيداً لعرضها في أماكنها الأصلية بالمعبد.